متابعينا مشاهدينا الكرام، تتواصل التحديات وتتواصل الانطلاقات، شوط يليه الاخر وانطلاقة شوطنا الثاني عشر للقعدان الحقايق. ومن مسافة الاربعة كيلومترات تتقدم مباشرة مع المركز الاول البداية والصدارة مع الشامخ زيد بن محمد بن راشد بن ديلة المري، من يقدم لنا الشامخ في هذه اللحظات، ولكن أراد تغيير من قبل في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء، من غير بدوره إلى المركز الأول. من يتقدم على المركز الأول راهي صالح بن شامس الوهيبي، من يقدم لنا راهي في هذه اللحظات. المركز الثالث يتقدم على ثالث الأسماء شمشون سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري، يتقدم مع شمشون في هذه اللحظات على ثالث المراكز. المركز الرابع رابع الأسماء ورابع التحديات يصل ويتقدم مع المركز الرابع، من يتواصل بهذا الانطلاق المثير شاسع محمد بن علي بن محمد المجدور المري، من يقدم لنا شاسع في هذه اللحظات، وأيضا يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم في هذه الأثناء، من يغير بدوره من المراكز إلى المركز الأول، يتقدم بشعار فرج بن حمد بن علي آل بريص المري، من يقدم لنا وضاح، من انطلق وما جبنا له طاري، انطلق مع المركز الأول على أول التحديات. المركز الثاني الشامخ مع المركز الثاني، يتقدم الشامخ بشعار زيد بن محمد بن راشد بن محمد آل نديله المري، يتقدم مع المركز الثاني. والمركز الثالث شمشون، يتقدم شمشون سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري، يقدم لنا شمشون في هذه اللحظات. المركز الرابع يصل في هذه اللحظات راهي صالح العبد بن شامس الوهيبي، يقدم لنا راهي في هذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم على خامس الأسماء مبلش يا مبلش محمد بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب، يقدم لنا مبلش، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع وضاح، وضاح مع المركز الأول، فرج بن حمد بن علي آل بريص المري. المركز الثاني يصل في هذه اللحظات العسجد مع المركز الثاني بشعار محمد بن سالم بن مبارك آل نابت المري، ويتقدم في هذه اللحظات تاج، تاج يا تاج نايف بن هادي بن حمد البريدي المري، من يقدم لنا تاج، وأيضا شمشون على رابع الأسماء، يقدم لنا شمشون سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري، وأيضا شعاري بن جبران يتقدم مع المركز الرابع، يقدم لنا في هذه اللحظات بهذا العرض المميز شعاري بن جبران، الله الله. وأيضا الوهيبي أبناء السلطنة يتقدمون مع المركز الخامس، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع وضاح، أعود مع وضاح، وضاح يا وضاح يتقدم مع المركز الأول، فرج بن حمد بن علي آل بريص المري، ولكن شمشون، شمشون يا شمشون، الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، شمشون مع المركز الأول، يتقدم بهذا العرض المميز بشعار سعود بن عبد العزيز بن سالم المري، ولكن الله يا زقرت، زقرت مع المركز الثاني، خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية يقدم لنا زقرت في هذه اللحظات مع المركز الثاني والمركز الثالث، الله يا المركز الثالث يصل مشرف سعيد بن علي بن راشد بن علي الأصم، يقدم لنا مشرف في هذه اللحظات، وأيضا الطريبيل يتقدم في هذه الأثناء، يتقدم الطريبيل في هذه اللحظات، ولكن أعود مع شمشون، أعود مع شمشون، أعود مع شمشون، شمشون وزقرت، شمشون وزقرت، اللحظات الأخيرة، وأيضا شعار الطريبيل يصل مع تخان، 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 يتخان، تخان، يتخان، يتقدم مع المركز الثالث، ولكن شمشون، 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 الله يا شمشون، سعود بن عبد العزيز بن سالم المري.
شمشون يتقدم مع الناموس والانتصار. ازقرت ازقرت يتقدم مع المركز الثاني، ولكن بن شنان بن شنان بن شنان بن شنان يقدم لنا شمشون شمشون شمشون. سلام يا شمشون، سلام على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. وصل في هذه اللحظات ازقرت خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية المركز الثالث، اتخان جابر بن محمد بن ناصر آل فريد المري المركز الثالث، المركز الرابع المركز الرابع راهي صالح العبد بن دعيفيس بن شامس الوهيبي المركز الخامس، المركز الخامس هراع مرعي بن حمد بن محمد المري. اذا متابعينا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لمالك شمشون من انتزع هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لك يا مالك شمشون. سعود بن عبد العزيز بن سالم المري والتانية للوالد عبد العزيز بن شنان على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 6:03:76 من الثانية، تهانينا والناموس المركز الثاني. ازقرت خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية 6:04:82 من الثانية، تهانينا والناموس المركز الثالث. وصلت خان جابر بن محمد بن ناصر آل بريد المري 6:05:18 من الثانية، تهانينا والناموس لجميع